ظل يحذر، ظل يردد: انتبهوا ليوم السادس من إبريل. ورغم كل الهجوم الذي تعرض له، إلا أنه لم يتوقف عن التحذير ليتحقق ما توقعه، ويضرب زلزال بقوة 6 درجات دولة كبيرة للغاية. إنه العالم الهولندي فرانك هوجربت المثير للجدل، يفوز مرة أخرى وتتحقق نبوءاته. صدقت نبوءة الخبير الهولندي فرانك هوجربت بوقوع زلزال ليلة اكتمال القمر في يوم 6 إبريل، إذ أكدت وسائل إعلام روسية تسجيل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر على بعد 445 كيلومتراً من مدينة بيتروبافلوفسك الروسية بشرق روسيا. وكان العالم الهولندي فرانك هوجربتس قد قال في تغريدة يوم الثلاثاء الماضي: ها نحن نقترب من اكتمال القمر مع اقتران كوكبين، لذا يجب أن نحذر من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي، وإنه خلال الأيام الأولى من الشهر سيكون كوكب الزهرة مقترناً مع كوكبي المريخ وزحل، وبعدها بأيام يتلاقى ذلك الاقتران مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 إبريل، ثم اقتران القمر مع كوكب المشترى، إضافة إلى اقتران كوكبي عطارد والزهرة، وإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأرض ويسبب تحركات في الصفائح التكتونية. وضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر الساحل الغربي لتركيا على عمق 2 كيلومتر. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني إن بؤرة هزة أرضية ضربت بالقرب من الساحل الغربي لتركيا. وفي وقت سابق ضربت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وخضع عالم زلازل يوناني شهير للتحقيق بعد إطلاقه في 1 إبريل كذبة مفادها أن قمعاً ضخماً يمكن أن يفتح تحت جزيرة سانتوريني البركانية التي تعتبر من أشهر الوجهات السياحية في اليونان، وأمر مدعي عام بإجراء تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان منشور تيسلينتس في 1 إبريل يصنف ترويجاً لأخبار كاذبة. ورأى تيسلينتس في مزحته أن ثمة احتمالاً كبيراً بأن الصهارة تتحرك نحو بركان خيالي، ما يحدث فراغاً على شكل قمع يمكن أن يبتلع مياه بحر إيجا. وأعلن المركز السوري للزلازل تسجيل 9 هزات أرضية جميعها أقل من 3.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. ويرفض علماء الزلازل والجيولوجيين هذه النظريات التي يروج لها هوجربتس، حيث أكد العديد من الخبراء والدراسات أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل، على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استناداً إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم. ويبدو أن العالم الهولندي فرانك هوجربتس المثير للجدل ضاق ذرعاً بالتحذيرات التي تظهر أسفل كل تغريدة ينشرها أو فيديو يشاركه، فقد هاجم في تغريداته الأخيرة العلماء الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي.